علي قال لك ايه لسه في الطريق رايح المونتاج. اه لا 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 انت عايز تقول في واحده ثانيه ترجع معايا كنت عايز اعرف كنت برضه ان انا السيره بتاعتك بس لا لا اه هي واحده يعني لحظه دي هي صديقه يعني وبعد عليها ده مش ان انا بحبها اللي هو هوايه تعالى نحرق تحقيق تحقيق بقى ممكن اكتر من الحوله دي يعني سلمى سلمى مش دايما كل حاجه متخيل ان احنا عايزينها لا ان احنا فعلا ايوه ماشي عشان ايه هي جمله من فزلك شويه سلمى مش كل حاجه سلمى مش سلمى